الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد الكرام، ما زلنا مع كتاب البيان القويم والكلام على المسألة العظيمة التي هي من أصلح الصالحات ومن أقرب القربات ومن أعظم الطاعات، ذكر الله للأفعلات. قال الله للأفعلات: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي تطمئن القلوب بذكر الله. وكفى فضلا بأن الله جل وعلا قد مدح الذاكرين والذاكرات في كتابه حين قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر حين قال: إن الله جل وعلا في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. لكن هل هذا الذكر الذي هو ديانة وعبادة لله جل وعلا يشرع للإنسان أن يتحلق حلق وأن يأتي الأستاذ أو المعلم فيقول كبروا 100 أو سبحوا 100، أو يقول بذكر لم يأتي به الشرع كأن يقول هو 1000 مرة مثلا على ما يزعم بعض الطوائف؟ هذه المسألة أصلها الأصيل أن الله جل وعلا قد أمر العباد بعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والذي يحبه الله ويرضاه لا نعرفه إلا عن طريق كتابه أو عن طريق سنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه منكرا على من اخترع عبادة أو ذكرا لم يشرعه الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل في علاه منكرا على الأمم السابقة الذين اخترعوا عبادات يتقربون بها إلى الله جل في علاه زعما. قال الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايته. اليوم السؤال عن الاجتماع في حلق وتوحيد الذكر بينهم بصوت عالي، هل هذا يجوز أم لا؟ ننظر في إجابة الشيخ حفظه الله، ثم ننظر هل هذا يوافق السنة فنقبله، وإن خالف السنة قلنا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: السؤال 19: ما حكم الاجتماع على الذكر في حلق؟ الجواب: الاجتماع على الذكر في حلق سنة ثابتة بأدلة الشرع الشريف، أمر الله بها تعالى في كتابه العزيز فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. على الصحيح عند كل المفسرين لا واحد منهم قال بمثل ما قال الشيخ، ما أدري من أين أتى بقول هذا القول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه في الطائفة الذين اسلموا وكانوا ضعفاء وفقراء، وكان أهل مكة يعني يقول: هؤلاء أراذل القوم، اتبعك إلا أراذلنا، فيعني لا بد ألا نجتمع معهم في مكان. فالله جل وعلا ينصح نبيه جل في علاه يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هم كانوا يتكبرون يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هذا المعنى، المعنى أن تكون مؤمنا مع المؤمنين وأن تكون معهم وحدة واحدة في عبادة الله جل في علاه، لا أن تجلسوا مجلسا واحد أو في مجلس واحد تذكرون ذكرا واحدا بصوت واحد. لم يرد على هذا لا بقول واحد من أهل التفسير على هذه الآية، والآية كما قلنا لا يصح له أن يستدل بها على مسألة خاصة كهذه ولا تساعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، إلى أن قال: فيقول الله عز وجل:
أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. نعم هذا الحديث يمكن أن يكون فيه شيء من الاستدلال لكن الآية ليس فيها شيء. وأما الحديث فهنا نقول الآن الحديث أمامنا أن الملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر ويقول هلموا إلى حاجاتكم إلى بغيتكم فيجلسون وسطهم. فننظر أهل الذكر هذه المسألة مسألة تحتمل أن يكون كما قال يجلسون مجلسا كاملا ويذكرون بذكر واحد جماعة وبصوت عال. فننظر هل الحديث يساعد على ذلك أم لا. نحن نقول وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البلاغ البيان. قال الله جل في علاه أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأمره بالبيان وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهنا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نريد بيانه نريد تفصيله نريد لأنه أصبح يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. هناك احتمال وارد أن يجلسوا جميعا مجلسا واحدا يذكرون بصوت عال كما يستدل به المصنف. وهنا احتمال هو الأعظم والأغلب والأقوى كما سنبين هم أنهم يجلسون في مجالس العلم يأتي المعلم فيعلمهم ويجلسون حلقا يتعلمون من المعلم لا أن يجلسوا جميعا فكل منهم يذكر ذكرا والكل يتوحد في هذا الذكر بصوت عالي. فنحن طلبنا الاحتمال الأقوى يقدم على الاحتمال الأضعف فطلبنا ذلك التفسير والتبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدنا أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها هذا ما كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه الحلق ويذكرون جميعا ذكرا واحدا لم يرد ولو بحديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي ورد خلاف ذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا وجلس حوله صحابته الكرام يتعلمون منهم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر دينهم. ولما دخل جبريل عليه السلام كما قال عمر بن الخطاب يعني دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياد الثياب لم نرى عليه أثر السفر أو لا يرى عليه أثر السفر. دخل فأسند ركبتيه لركبتيه وأخذ يسأل ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس أمر دينهم. وفي الصحيح أيضا جلسوا مجلسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ثلاثة نفر فالأم الأول فتقدم وأما الآخر فجلس في مؤخرة الصف وأما الثالث فولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم على ثلاثة نفر. والحديث صريح جدا أنه كان يجلس يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوحد لهم الذكر فيذكرون الله جميعا بصوت عال بذكر واحد ولو كان حتى ذكرا متبعا لا ما وجدنا ولو كان الذكر ذكرا متبعا لا لم نجد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم على ثلاثة نفر. أما الأول فاستحيا أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. الثالث الدلالة واضحة جدا أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الناس. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يستغفر الله قريب من 100 مرة في اليوم والليلة. فكل مجلس كان يستغفر ولم يرد دليل واحد أنهم كانوا يفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ولا يذكرون بصوت عال جماعة. ونحن نقول لك الآن يعني بمن نتعبد نحن أن نتعبد بما نراه حسنا دون أن نرجع إلى كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا الذي رسل منا للطريق الطريق السديد والقويم الذي يصل إليه الطريق المستقيم هو طريق الله الذي رسمه في كتابه وبينه لنا نفسنا في سنته. والعبادات لا يمكن لا مدخل لأحد فيها بحال. العبادات هي لله وتبينا للرسول صلى الله عليه وسلم لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وما أحبه الله ورضيه لا نعرفه إلا عن طريق كتابه أو عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث أيضا على أنهم كانوا يجتمعون بذكر واحد لم يرد ذلك. وأيضا نحن نقول لك بأن هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحلق النبي صلى الله عليه وسلم والمجالس التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نخشى ما نخشاه أن نأتي يوم القيامة ولا يختلجن أقوام من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد الكرب ويبهم الخطب ويريدون شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صحقا صحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي أو أحدث بعدي. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. إلى أن قال أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. كلام جميل. وهذا الحديث أيضا لا برهان فيه ولا دلالة على أنهم اجتمعوا جميعا وجلسوا مجلسا وإلا الحديث بسياقه يرد عليه على استدلاله.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية يقول أن سلم خرج على حلقة من حلق الذكر, يعني حلقة من أصحاب على حلقة من أصحابه, فقال ما أجلسه. لو كان سلم يسمع الذكر الجماعي كما تقول أنت لا, فما فائدة السؤال؟ وإن قيل فائدة السؤال أن يبين لهم إجابة جبريل وأن الجبريل يباهي بهم الملائكة, لما قال له سلم لما قال له جلسنا نذكر الله, يعني هما الآن يوضحون ذلك ويقول نذكر الله, فهذه دلالة واضحة جدا أنهم كانت ما كانت تعلو أصواتهم وما كانوا يذكرون الله في جماعة. جلس بعضهم وبعض يتذاكرون يتكلمون في أبواب العلم فيتعلمون, كما كان عمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب يقول هيا بنا نؤمن ساعة, نؤمن ساعة يعني نتدارس كتاب ربنا, نتدارس سنة نبينا, هذا يعلو به الإيمان. فهنا السياق حتى لأن السياق قالوا قال ما أجلسكم, ولو كان سمعه ولو كان سلم يسمعهم ما سألهم, ولو سألهم لتبين الفضل بجبريل ومباهات الملائكة بهم لما كانت الإجابة جلسنا نذكر الله جل في علا ونحمده, لو كان هذا بصوت عال وكان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. بل نحن نقول أعرف الناس برسول الله هم صحابته, وأعرف الناس بما يسن وما لا يسن هم صحابة رسول الله, ولم يرد دليل واحد أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة وجلسوا يجلسون في مجلس يذكرون ذكرا واحدا يكررونه ألف مرة, ولم يرد عن علي بن أبي طالب, ولم يرد عن أبي بكر ولا عن عثمان, وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر, إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولما اختلف ذلك على الصحابة ورد بأسانيد صحيح, ولكن الذي ورد ما هو مخالف لما يتبنونه. ابن مسعود كما ذكرنا في الدرس الماضي لما دخل على رجل معه حلق من حلق الذكر يقول لهم كبروا 100 احمدوا 100 حللوا 100, هذا ذكره الآن والذكر عبادة من أقرب القربات, لكن لما كان بهيئة يرفضها الشرع كانت بدعة في دين الله والبدعة تهدم السنن. لذلك قال ابن مسعود والذي نفسي بيدي أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة, وهذا كلام شديد من ابن مسعود يظهر لهم أن ما يفعلون مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لما يتبناه المصنف. نعم. وقد بوب النووي الحديث الأول في كتابه رياض الصالحين بعنوان باب فضل حلق الذكر. لا ليس دليلا, وكلام النووي نفسه ليس دليلا. والذكر في الشريعة الإسلامية له معان كثيرة, منها الإخبار المجرد عن ذات الله أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه بتلاوة كتابه أو بمسألته ودعائه أو كل ذلك بالعلم بالتعليم, أن يعلم المعلم أسماء الله الحسنى وصفات العلى, أن يعلم المعلم آداب الدعاء, أن يعلم المعلم أيضا كيفية التلاوة كمعلم التجويد, أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه. ولا دليل لمن ادعى أن حلق الذكر المراد بها هنا دروس العلم. لا, هي المراد بها دروس العلم, وأنت الذي لابد أن تأتي بدليل, لأننا بينا لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه المجالس, وحلق الذكر كانت تحوط بالنبي صلى الله عليه وسلم, ولم يرد فيها دليل واحد أنه كان يذكر الله جماعة ويذكرون معه. وورد عن عمر المخطب قال هيا بنا نؤمن ساعة, أو معاذ بن جبل هيا بنا نؤمن ساعة, ولم يرد أيضا أنهم اجتمعوا على ذكر واحد وعلت الأصوات بذلك, بل بين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر المجالس أنهم كانوا يجلسون يتعلمون, كما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم يعلمهم أمر المغيبات وأشراط الساعة ويتكلم معهم عن الدجال حتى ظنوا أن الدجال خلف الشجر, وقال لا تخاف لا يراع أحد, فإنه إذا خرج أنا فيكم فأنا حجيجه. فهذه فيها دلالة أنه ما كان يجلس على طالع وصف, بل هذه المجالس وهذه الأدلة العامة تنصب في دروس العلم ومجالس العلم. وإلا فقد قال سلم إذا مررتم وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا, قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ حسنه بعض العلماء قال حلق الذكر وحلق العلم, وهذه دلالة واضحة جدا على أنها حلق الذكر المقصود بها حلق العلم لأنها عطف تفسيري هنا. وقد أورد الصنعاني حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا أيضا المقصود به العلم, لأن في الرواية الأخرى المفسرة المبينة لذلك قال يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم,
دلالة واضحة جدا على أنها يتدارسون كتاب الله ودرس كتاب الله جل في علاه بالتعليم والنظر والتدبر في آياته أو محكم الآيات والأحكام التي تستنبط من ثم قال دل الحديث على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين وفضيلة الاجتماع على الذكر. قلنا بهذا أن الاجتماع على العلم على ما بينا من الأدلة. وأخرج البخاري أن ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث وهذا من فضائل مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد الحديث. وهذه المجالس هي مجالس العلم كما سبق وبين. والمراد بالذكر هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وفي حديث البزار أنه تعالى يسأل ملائكته ما يصنع العباد وهو أعلم بهم فيقولون يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. والذكر حقيقة في ذكر اللسان ويؤجر عليه الناطق في ذكر اللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضار معناه وإنما يشترط ألا يقصد غيره. نعم هو كما قال الغزالي الذكر على مراتب ثلاث: ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر باللسان والقلب، فأقواها توافق الذكر، ذكر اللسان مع القلب، القلب عبادته التفكر هذا هو ذكر. فإن انضاف إلى الذكر باللسان الذكر بالقلب فهو أكمل، وإن انضاف إليهما استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا، فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما فكذلك. فإن صح التوجه وأخلص لله فهو أبلغ في الكمال. نعم الإخلاص لله شرط لقبول العمل. لابد أيضا أن نذكر أنفسنا ونذكر الشيخ الفاضل الجليل حفظه الله بأن الشرط الثاني لقبول العمل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من صلاح العمل، وصلاح العمل لا يكون إلا متبعا فيه المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض عندما قرأ قول الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا إمام وما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن كان العمل إخلاصا لوجهه ولم يكن صوابا يعني متبعا فيه السنة لا يقبل، وإن كان صوابا متبعا فيه السنة ولم يكن إخلاصا لوجه الله جل في علاه لم يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل سحقا سحقا لمن بدل بعده. نعم مما سبق. ومما سبق يعلم أن التجمع لذكر الله بقراءة القرآن أو مدارسة العلم أو التسبيح والتهليل والتحميد من السنن التي حث عليها ربنا في كتابه العزيز وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. نعم نضبط لك الضبط بدل هذا العموم حتى لا يكون هناك يعني شيء يبقى فيه يعني خلط عند بعض الناس. الصحيح هو أن الاجتماع لقراءة كتاب الله جل في علاه من أفضل الطاعات، بأن يأتي المعلم يقرأ ويقرؤون خلفه تلقينا حتى يتعلم كل واحد منهم التجويد الصحيح والقراءة الصحيحة. نعم من السنة أن يجلس المعلم يعلم طلبة العلم ليفتح الكتاب متن من المتون أو يكون مفسرا فيفسر كلام الله جل في علاه وهم يستمعون وهو يفعل ذلك. نعم فضل الحلق أن يبين لهم فضل ذكر الله جل في علاه ثم بعد ذلك يعلمهم الذكر النبوي والمأثور عن المسلم فيحفظون ذلك ويكتبونه ويدونونه ثم يطبقونه. هذا هو المقصود بكل ما جاء من الأدلة السابقة التي بينا. انتقل بعد ذلك إلى السؤال الآخر. قال المصنف السؤال 20: ما حكم إطلاق اللحية؟ الجواب هذا السؤال مهم جدا، هو الكلام على اللحية. وهل اللحية مستحبة؟ هل اللحية واجبة؟ هل اللحية حلقها حلال حرام؟ هذا سؤال مهم جدا بعدما انتهينا من كلام الذكر والاجتماع على حلق الذكر. فضل. الجواب: ورد الأمر بإطلاق اللحية وإعفائها في أكثر من حديث نبوي منها قول في أكثر من حديث نبوي منها قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وقد اختلف الفقهاء بشأن دلالة هذا الأمر النبوي، هل هو للوجوب أو للندب؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه للوجوب، وذهب الشافعي إلى أنه للندب،
وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي في تقرير هذا الحكم عندهم. طبعا هو بالنسبة للشافعي الحق أن هناك وجوه في المذهب الشافعي على حلق اللحية، فهناك وجه بأنها حرام، وهذا الذي رجحه المحققون من أصحاب من الأصحاب في المذهب. ابن الملقن في كتابه الماتع، كتاب الإعلام لفوائد الأحكام، فقال نقل عن الحليمي أنه قال بحرمة حلق اللحية، وقال وإن كان المعتمد في المذهب الكراهة ولكن هذا هو الأقرب إلى السنة. وهذا أيضا ما فحوى كلام الإمام النووي في صحيح مسلم، وهذا كلام كثير من علمائنا الأفاضل الأماجد في علماء المذهب من المحررين والمحققين مثل الحافظ بن حجر وغيره من المحدثين، يقولون بأن الأمر هنا للوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعف اللحى وحف الشارب هذا أمر للوجوب، لذلك يقولون بحرمة حلق اللحية. لذلك ادعى كثير من العلماء الإجماع على حرمة حلق اللحية كما سبق. نذكر منها ما يلي: قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ويكره نتفها أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، وقد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله ويكره نتفها أي اللحية إلى آخره، ومثله حلقها. فقول الحليمي في مناهجه لا في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف. ضعيف، هذا ليس ضعيف عندك، لكنه ليس بضعيف بل هو القوي المتين، بل هو الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول لو خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. فلا صح أن يقال في قول الحليمي وهو يقول بأن حلق اللحية حرام وهو من فحول الشافعية، نقول هذا ضعيف، بل من ضعفه قوله ضعيف، بل هو الأقرب إلى السنة كما قال ابن الملقن ونوه لذلك النووي وكثير من المتقدمين حتى البيهقي وغير البيهقي. هؤلاء يعني أنت لو راجعت إلى كلامهم تعرف أنهم يميلون إلى الكلام الدقيق القريب من السنة بأن الأمر بإعفاء اللحية للوجوب والنهي عن حلقها وأنه للتحريم. وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله ما نصه: فرع ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروها منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان، وأكد ذلك الكلام الإمام ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج حيث قال قوله على تحفة المحتاج حيث قال قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد في شرح العباب فائدة. قال الشيخان يكره حلق اللحية، وقال العلامة البجيرمي في شرحه على الخطيب ما نصه: إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حراما. وذكر الرجل هنا ليس مقابل المرأة بل مقابل الشاب الصغير، حيث كان السياق أنه يكره حلقها أو طلوعها أي للشاب الصغير، فعلق بأن أول طلوعها ليس قيدا بل يكره للرجل الكبير بأن أول. وقد جاء القول بكراهة حلق اللحية من غير الشافعية من هؤلاء العلامة القاضي عياض رحمه الله صاحب كتاب الشفاء أحد أئمة المالكية، حيث قال لو نظرنا ننقل عن الرجال الذين يخالفون، قد قال في حول الحنابلة بأنه يحرم حلق اللحية، قد قال في حول المالكية المعتمد في المذهب المالكي حرمة حلق اللحية، قال الأحناف يحرم حلق اللحية. إذا لو الكلام تعارض رجال برجال إيش اللي هنفعل؟ يعني أنا الآن أميل مع ابن حجر الهيتمي أم أميل مع ابن حجر العسقلاني أم أميل مع النووي أم أميل مع الحليمي مع البيهقي من عظماء الشافعية أم أميل مع مالك الرأس والنجم أم أميل مع أبي حنيفة الذي قيل فيه انفقاع؟ فالمسألة الآن لو اختلفت حتى أقوال العلماء القاعدة العريضة لنا هو أن نرجع إلى أصل أصيل يبين لنا ما أين الحق الصواب من الخطأ، وإلا لتركنا المسألة على الغارب بهذه الطريقة كل يأخذ بهواه أو يأخذ بالقول الذي يستريح له من قول عالم. لا، الميزان عندنا نحن عباد لله جل في علاه، خلقنا الله لنسمع ونطيع له، وأن نكون عبادا لله جل في علاه بما يرضى الله وبما يشرع الله جل في علاه.
وقد قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقمة العبادة قمة الاستسلام لله جل في علا، ولا تكون إلا بالبحث عن المسائل الخلافية التي بها يمحص الله ويغرب للناس من بحق الذي يبحث عن الحق ليذهب إليه. والحق كله فيما قاله الله جل في علا وقاله رسوله. قال الله جل في علا وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنت الآن تقول قال بكراهة ابن حجر الهيتمي يقول بالكراهة، وأنا أقول لك أن النووي الحليمي عظماء الشافعية يقولون بالحرمة، فهل تبين لي من راجح من القولين؟ أقول لك القاعدة الأصيلة نرجع إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفروا اللحى حفوا الشارب، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه الفارسي الحليق أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هيئته هذا، قال من أمرك بهذا؟ وهذا إنكار شديد اللهجة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أمرني ربي، يقصد سيده الفارسي الكافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أمرني ربي بإعفاء اللحى، أمرني ربي. حتى هذه رد على أنه كان يتبنى بأنها كانت عادة الناس، عادة القوم اللحى فقط، واليوم عادة القوم ما فيش لحى يبقى ما في مشاكل. كلام صراحة يعني مغاير ومخالف للتحقيق العلمي ولا النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال أي القاضي عياض يكره حلقها وقصها وتحريقها، ويبدو أن من ذهب إلى القول بوجوب إطلاق اللحية وحرمة حلقها من الفقهاء لاحظ أمرا زائدا على النص النبوي. خطأ. هذا كلام خطأ. نقول ولو كان هناك ثمة أمر زائد كما تقول ويعني تزعم في هذا، نقول الأمر الزائد يعضد الوجوب، لا أن الوجوب بسبب الأمر الزائد، لأنهم كانوا جميعا، وأنت أصولي تعرف ذلك، جميعا قالوا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل جماهير الأصوليين يقولون ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشارب وافتروا اللحى اعفوا اللحى، بأدلة كثيرة جاءت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها من سنن الفطرة إعفاء اللحية، وأنه يقول لكن أمرني ربي بإعفاء اللحية، وأن إعفاء اللحية من سنن المرسلين. فهذه المسألة لا يقال فيها أننا نبحث الذين قالوا بالوجوب كان على أمر زائد، ائتينا بالأمر الزائد. وهي أن حلقها كان معيبا ومخالفة لشكل البشر وقتها، ويكون معيبا في الزمن الأول ويكون معيبا في هذا الزمن، سبحان ربي العظيم. ولما يكون معيبا؟ نحن نقول في أمر آخر لابد أن نصح لك اللفظ ونقول هو تغيير من خلق الله، خلق الله هي تغيير من خلق الله كما سنبين. نعم. ويعير الإنسان به ويشار إليه في الطرقات. قال الرملي في حديثه عن التأذير أنه لا يكون بحلق اللحية، وقوله لا لحيته قال شيخنا لأن حلقها مثله مثلة، يعني لما يكون مثلة تكون على الكراهة. والله السياق يدل حتى على الرملي اللي قالوا فيه الشافعي الصغير في كتابه في شرحه على المنهاج، يعني الرملي رحمه الله بكلامه وسياق كلامه يدل على الوجوب وعلى الكراهة. هذه كراهة تحريمية ليست كراهة تنزيهية التي نقلوها. يقول حلقها مثلة والمثلة محرمة، هذا السياق عند السياق عليك ليس لك، المثلة محرمة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل عن المثلة. ولما مر على حمزة رضي الله عنه قد مثلوا به، قال لا مثلنا بكذا وكذا منهم، فأنزل الله جل في علاه زاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، لذلك نهى عن المثلة. فإذا المثلة محرمة، فهو يقول في التعزير لا تعزروا بحلق اللحية لأنها مثلة، إذا المثلة إيش؟ ما هي محرمة المثلة، فإذا إذن حلق اللحية حرام على قول الرمل الذي تأتي تحتاج إليه وتستند إليه في الكلام على الكرام. ويشتد تعييره بذلك، بل قد يعير بما ذكر أولاده، فإن تعلق الأمر بالعادة قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الند. نعم، العرف يصرف الأمر من الوجوب إلى الند بضوابط، ليس على الاتساع، بهذا الاتساع له ضوابط، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا إن قلنا بالاستقرار وأنه معروف وأنه فشى وانتشى بين الناس وأقره الناس وصار عرفا حقا، هذا الذي يمكن أن نقول أنه يصرف التحريم إلى الكراهة ويصرف الوجوب إلى الاستحباب، كما أن القياس يصرف أيضا، وكما أن مفهوم المخالفة يصرف، فالعرف يصرف أيضا، هذا هو الحق. لكن متى يكون العرف صارفا؟ إن صار عرفا حقا وإن استقر في نفوس الناس أنه من الأعراف البشرية، أما من لم يكن كذلك فلا صح أن يقال هذا هو عرف الناس، لأن أغلبية الناس يحلقون اللحى، لا،
طب قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المسألة ليست على الأغلبية، المسألة لابد أن يكون العرف قد استقر في نفوس الناس أن هذا هو من الأعراف التي تبناها الناس واتفقوا عليه. واللحية من العادات، وذهب الفقهاء للقول بند أشياء كثيرة وردت. اللحية من العادات كلام خطأ باطل، بل اللحية من العبادات، قد أمر الله بها وقد أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، فكيف تكون عادة وقد أمر بها الله جل في علاه؟ أمر الله عبادة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سمع وطاع له عبادة، بل هي من سنن المرسلين كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الحمد لله الذي زين النساء بالضفائر وزين الرجال باللحى. أنت ترى موسى عليه السلام ما من أحد من الأنبياء والمرسلين إلا وكانت لهم اللحية، وهو يقول ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هي من سنن المرسلين. فقال الله جل وعلا أمر نبيه فبهداه مقتده، فكيف يقال بأن اللحية عادة؟ هذا كلام صراحة ليس في عار عن التحقيق العلمي ومخالف ومغاير للنظر في الأدلة التي نأخذها أصالة لنا منارة للاعتقادات وللعبادات. وذهب الفقهاء للقول بند بأشياء كثيرة ورد فيها النص النبوي صريحا بالأمر، وذلك لتعلقه بالعادة، فعلى سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تتشبهوا بأعدائكم من المشركين، وخير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. طبعا هذه المسألة مسألة خلافية، ويقيس الآن يقيس على الشيب ويقول الشيب جماهير العلماء هناك، وطبعا هو خطأ، هذا القياس قياس مختلف فيه على مختلف فيه، لأن العلماء أيضا اختلفوا هل الشيب يجب تغيير الشيب أم يستحب، فجماهير العلماء قالوا بالاستحباب وقيل من العلماء قالوا بالوجوب، إذا المسألة مختلف فيها أيضا، فكيف ترد المختلف فيه على المختلف فيه؟ هذا أيضا ليس بيانا علميا، الصحيح أن ترد المختلف فيه المتنازع فيه إلى المتفق عليه حتى تصل إلى ما تبتغي، لكن ترد المختلف فيه على المختلف فيه. وأيضا هذا القياس أيضا قياس مع الفارق، لأن الشيء على ما نتبنى بنوه وتغييره بأن تغييره على الاستحباب، الشيء ورد عن الصحابة أنهم ما غيروا الشيء، بل ورد عن أنس وعن غير أنس أنهم وصفوا أربع شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بيضاء، هما كيف وصفوها؟ لو كان يغير كيف وصفوا هذه الشعرات البيضاء التي رأوها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لم نجد واحدا وصف صحابيا بأنه كان عاريا عن اللحية وكان حليقا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم حلق مرة مثلا حتى يبين للناس أن هذه مسألة على الكراهة ليست على التحريم. كلام باطل صراحة، وهذه المسألة القياس ما قلنا ليس فيها تحقيق علمي، ورد المختلف فيه على المختلف فيه هذا ليس من فعل المحققين. فصيغة الأمر في حديث تغيير الشيب لا تقل صراحة عنها في حديث إطلاق اللحية، هذه مغالطة، قلنا هناك فارق في المسألتين. ولكن لما كان تغيير المشيب ليس مستنكرا في المجتمع تركه وفعله، ذهب الفقهاء للقول بندب تغيير الشيب ولم يذهبوا إلى القول بوجوبه. أن بعض العلماء قالوا بوجوبه، وأيضا كلامه أنه ليس مستنكرا، يعني حلق اللحية كان مستنكرا يبقى كان حراما، كان مستنكرا يبقى كان حراما لما ينكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وأنت تقول العادة الآن أنه قد نهى عنه وهو مستقر على ذلك، الأمر على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تغير وتبدل؟ وعلى هذا المنوال سار علماء الإسلام فتشددوا في وضع القبوة على الرأس ولبس الإفرنج، وذهبوا إلى القول بكفر من فعل ذلك، لا لأن هذا الفعل كفر في ذاته، وإنما لدلالة هذا الفعل وقتها على الكفر. ولما سار لبس الإفرنجة هو عادة القوم لم يقل أحد من علماء الإسلام بكفر من لبسه، فإن حكم اللحية في أيام السلف لا تمرر هذه المسألة العويصة بهذا. وطبعا قوله فتشددوا، طبعا أنا ما أدري من علماء الإسلام الذي قال بأنه من لبس القبعة أو لبس الإفرنجة أكفر، هذا كلام غلط، ما في أحد من العلماء قال ذلك، بل العلماء الذين قالوا بذلك قالوا في مسألة الصليب، من لبس الصليب كما قال الإمام النووي في روضة الطالبين، الذي يلبس الصليب كان مسلما وارتدى الصليب يكفر بذلك، الذي يلبس الزنار زنار اليهود يكفر بذلك، وهذا صرح به النووي غير النووي في متون أهل الفقه، ولذلك قال. وطبعا أيضا في كتب الحشو هذا شديد جدا في كتب الأحناف في أبواب الردة، فالكلام كلام ليس بصحيح بهذا الكلام، أنهم لم يكفروا أحدا لبس القبعة أو لبس الإفرنج، الكلام على ما يدينون الله به
بلبس الصليب أو الدينار. ولذلك الشافعي لما سئل عن مسألة وقال الرجل قال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أتقول يا شافعي بهذا؟ قال ومالي لا أقول بها، وقد قال قال رسول الله أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسط زنارة؟ فعرف بينهم أنهم كانوا يكفرون ذلك على ما يتدينون به لا مطلقا. وأما القول الآن لم يقل أحد من علماء الإسلام بالكفر من لبسه، أن نحن نقول إن كان لبس إن كان هذا اللباس كان خاصا بأهل الكفر فإننا نقول بحرمة ذلك، حرمة اللبس زي الكفار لأنه تشبه به، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الكفار، فلا يصل للكفر إلا إن كان يتدين بهذا الزي. فإن حكم اللحية في أيام السلف وكل أهل الأرض كافرهم ومسلم فإن حكم اللحية في أيام السلف وكل أهل الأرض كافرهم ومسلم ومسلمهم يطلقونها. كلام غلط وكلام باطل، بينا لك في الحديث الصريح أن أهل فارس ما كانوا يفعلون ذلك، وكثير من الروم ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا مرضا كنسائهم ما كانوا يفعلون ذلك. وين الدليل أن كل المسلم والكافر كان يفعل ذلك؟ ما كانوا يفعلون ذلك، من قال هذا؟ وإن قال لا أنا أقصد فيها في العرب فقط، نعم فالعرب كانوا يرون أن هذه هي الرجولة والفحولة تعرف باللحة، فإن كانت الرجولة والفحولة تعرف باللحة أغير أنا الرجولة والفحولة الآن، إذا جاني زمن يغير الفحولة والرجولة أخذ به؟ لا ما يصح، هذا سبيل النقاش، أنا ما أتكلم عن أصل المسألة، أتكلم على أنه لو قصد الناس كافرهم ومسلمهم كلام غلط. فارس والروم ما كانوا يطلقون اللحة، يعني كثير منهم كانوا لا يفعلون ذلك، أما العرب فنعم فالعرب كانوا يطلقون اللحى لأنهم كانوا يعلمون بأن إطلاق اللحية من الرجولة والفحولة، وما زلنا نعلم إلى يوم الناس هذا أن رجولة الرجل تعرف في الفحولة وفحولة الرجل تعرف باللحى، يعني حتى في الصعيد يعلمون يتكلمون عن الشوارب، الشوارب دلالة على الرجول وخالفوا الفطر، والشوارب يعني تقال الشوارب تكون دلالة على الرجولة وتكون اللحية دلالة على الرجولة، بل اللحية أشد مظهرا من مظاهر الرجولة التي تخالف النساء. وليس هناك مسوغ لحلقها، كان خلافا بين الجمهور الذين أوجبوا إطلاقها والشافعية الذين اعتبروا إطلاقها سنة ولا يأتم حالقه. وهذا كلام خطأ بإطلاق الشافعية، قلنا الشافعية هناك وجه من الوجوه في المذهب أنهم يقولون بوجود إطلاق لحية وحرمة حلقها، ونقلنا عن الحليم غير الحليم من أمثال هؤلاء الجبال في الشافعية من الأصحاب يقولون بوجوب اللحية. ولذا نرى تحتم العمل بقول الشافعية في هذا الزمان الخاص. لا حول ولا قوة، هذا تحتم، يعني حتى ولو ذلك والجمهور يكون كلامهم أقرب إلى الصواب، يقال في 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 الشافعية وخالفوا الجمهور، ومن الشافعية من خالف الشافعية في هذا، فيقال يتحتم أن نقول بذلك، يعني المفروض أصولي مثل حضرتك تقول بأن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، والمفروض للناس إذا كان خلافا معتبرا وهذا الخلاف قد خالف نصا، كيف خالف وقد خالف نصا صريحا عن المسلم، فإن كان خلافا معتبرا لك أن تقول الخروج من الخلاف مستحب، القاعدة الخروج من الخلاف مستحب. ولما قالت عائشة الحمد لله الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر، نقول علامة الفحولة والرجولة إطلاق اللحى، فلما لما لما هذه الحرب الشعواء على اللحية وهي سنة من سنن المرسلين. ولذا نرى تحتم العمل بقول الشافعية في هذا الزمان خاصة، وقد تغيرت العادات فحلق اللحية مكروه وإطلاقها سنة يثاب عليها المسلم، مع الأخذ في الاعتبار بحسن مظهرها وتهذيبها بما يتناسب مع الوجه وحسن مظهر المسلم الله تعالى. يعني هل لم تكن اللحية بقى في زمان المسلم لم يكن حسن المنظر والمظهر؟ والله لازم قولك لازم، يعني لابد أن تفر منه والله، عندما يقول بما يتناسب مع الوجه وحسن مظهر المسلم، يبقى إذن اللحية ليست حسن مظهر المسلم ولا تكون، وإذا قلت لا وجود اللحية حسن مظهر المسلم بأنه يأخذ منها طولا وعرضا مثلا ويهذبها، لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حسن المظهر عندما أطلقها وكانت كثة، وكان أبو هريرة يقول كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اهتزاز لحيته، هذا كلام غريب والله. فالحسن مظهر النبي صلى الله عليه وسلم حسن مظهر المسلم نعرفه من الله ونعرفه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أنت تتهم ربك من لوازم قولك تتهم ربك بأنه ما كان يعرف كيف يحسن مظهر المسلم
في 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 الأزمنة المتأخرة بعد رسول الله، فيرشدنا إلى أن نفعل بأننا نهذب اللحية، ويرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما تنبأ بالنبوءات الكثيرة بالمغيبات التي حدثت في عصورنا وتحدث بعد ذلك. لو كان كذلك لبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتهم نفسنا بالتقصير ألا يبين، نعوذ بالله من ذلك. وإننا نقول بأن حلق اللحية حرام، ويأسم المرء، وقد ادعى فحول العلماء بالإجماع على حرمة حلق اللحية، فقد نقل الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على حرمة حلق اللحية، ابن حزم، وليس بقى في السلف وما كان في عصر النبي وكان في القرون التي جاءت بعده. وأيضا نقل ابن تيمية الإجماع، حتى ابن تيمية أيضا نقل ذلك، نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية، واعتذر للشافعي وقال الشافعي يقصد بذلك كراهة التحريم، وهذا الأليق بمثل الشافعي الذي يقول بأن النهي للتحريم. وقد ورد في الرسالة في غير الرسالة أنه قال أن يقرن المرء إذا جلس على مائدة فيها تمر يحرم عليه أن يأخذ تمرتين معه، لأنه قد ورد عن الرسالة أنه نهى عن أن يقرن المرء بتمرتين، فأن يقرن تمرتين حرام، قال فيه أن الشافعي حرام أن يأخذ تمرتين معا لنهي النبي. فهل يقول بحرمة أخذ تمرة مع تمرة ويقول ويتساهل في أمر اللحية؟ لا والله، ليس هذا من حال الشافعي. وعندنا الأدلة الواضحة الجلية كشمس النهار في وجوب إطلاق اللحية في قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، ومخالفة المشركين بالإجماع أنها على الوجوب، مخالفة المشركين على الوجوب بالإجماع، خالف المشركين ووفروا اللحى وحف الشارب، خالف المشركين ووفروا اللحى وحف الشارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح خالف المشركين، كأن سائلا يسأل ويقول وكيف نخالفهم يا رسول الله، قال وفروا اللحى وحف الشارب، ومخالفة المشركين كما قلنا على الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس، طائفة أخرى من الكفرة، قال جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس، في أدلالة واضحة جدا هذه على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة المجوس أهل الكفر والنفاق والشقاق، جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وأيضا من الأدلة على إفاء اللحية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك حذر الأمة تحذيرا عظيما من مشابهة الكفار، قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على ما سيأتي من الأمة بعد ذلك لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وأيضا من الأدلة على تحريم حلق اللحية ووجوب إعفاء اللحية بأن حلق اللحية تغيير لخلق الله جل في علاه، تغيير لخلق، فهذه الخلق فترة الله دي فترة الناس عليها التوحيد، وأيضا خلق الله الذي خلق الله جل في علاه أن الرجل يكون بلحية. أما رأيت كيف الكتب مقدسة بالكلام على حرمة النظر للأمرض وأن الأمرض ليس هذا على حل جميع الخلق، يعني الغالب في الناس ليس لا يكون أمرض، لذلك أفردوا له كلاما في مصنفاتين الفقهية. قال الله جل وعلا عندما عرضه إبليس عليه لعنة الله قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن التفليج التوسعة بين الأسنان، تفليج الأسنان ونشف والوشف كل ذلك من تغيير من خلق الله جل في علاه، ولعن من فعل ذلك. ألا يكون حلق اللحية أيضا من تغيير خلق الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، وقال سلم والمتفلجات للحسن، في رواية قال المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، فالتفليج التفريق بين الأسنان تغيير خلق الله، فكيف يكون بحلق اللحية؟ فحلق اللحية أيضا من تغيير خلق الله جل في علاه، لذلك قال والله جل وعلا ناقلا عما قاله هذا اللعين ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وكثير من الناس ينصاع إلى أمر الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من الأدلة على حرمة حلق اللحية من النظر أنها فيها تشبه بالنساء، المرأة ناعمة، ناعمة الملمس، والرجل خشن الملمس، هذه دلالة على رجولة الرجل وفحولة الرجل، يدخل الرجل على المرأة فإذا وضع يده على خدها أو تضع يده على خده فيجد المسألة سواء بينهما، هذه مصيبة كبرى والله، يعني أيهما يقترب من الآخر، يقول أنت شبهي، لا أنا كيف، أنا أريد شيء مغاير لي. فالصحيح الراجح أن حلق اللحية فيه تشبه من النساء بالرجال، فيه يعني فيه نوع تخنص، لذلك لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز حلق اللحية، لأن من اعتاد على حلق اللحية فإنه يتشبه بذلك بالنساء.
ولذلك نقول بأن حلق اللحية يحرم ولا يحل بحال من الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالصواب وأن يبصرنا ما هو أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نعيش في دنيانا هذه الدنيا الدنية التي سريعا ما تنتهي وتنقضي، ونرجع إلى ربنا فيسألنا كيف خالفتم رسول رسولي وأنا قد بعثته وأمرته أن يقول ويأمركم بإعفاء اللحية وأنتم تخالفونه وتقولون هذا أمر ليس على الجزم. أليس هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا تعظيما لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بما هو أقرب وما هو صواب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسير على درب المرسلين ونهج الصالحين المتقين الذين لا يحيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيدا ملة. يأتي بعد ذلك الكلام على إسبال الثوب، وهذه مسألة فيها تفصيل سنبينه إن شاء الله، لا سيما أن جمهور أهل العلم قالوا بأن مسألة الثوب هي مسألة على الكراهة ليست على الحرمة، وسنبين هذا أيضا إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.